السلام عليكم، الاسم ديالي مهلاك من مدينة الرباط، حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. كنناشد الله يخليكم المسؤولين، الله يخليكم، بغيت نهبط للمغرب، وحاليا ممنوع تهبط للمغرب. قال لك حقا محقا خصك ضروري تكون واخد اللقاح، وانا في الدولة اللي فيها ما كيعطوش اللقاح لفيا السياحة. انا تقريبا دابا شي 3 سنين وانا هنا في الامارات، وكل 3 شهور كندير فيزا، كتسالي لي الفيزا وكنجدد نصوب فيزا واحدة اخرى. يعني اوراقي هما هادوك، ما يعني ما مخالفه، يعني ما جالسه في الدوله، ما عندي حتى ورقه ولا حتى حاجه، يعني بوراقيه. دابا بغيت نهبط المغرب، كيقولوا لك لا ما يمكنش تهبطي حيتاش انت ما عندكش اللقاح، واللقاح هنا ما يمكنش يعطيوه لي حيتاش انا ماشي مقيمه وماشي مواطنه اماراتيه باش يعطوني اللقاح. ملي مشيت للقنصليه كنهضر معاهم كنقول لهم الله يخليكم راني بغيت نهبط للمغرب، ديروا معايا شي حل ولا عطوني شي ورقه وقولوا لي في المطار يعطوك الجرعه الاولى. قالوا لي في المطار حنا في القنصليه حنا ما عندنا ما نديرو ليك، تسناي حتى يشوفوا شي حل ولا شي حاجه، وكتبي ورقه للقنصل في المغرب باش يشوفي واش يقبل تدخلي المغرب ولا ما يقبلش. واش انا بلادي خصني نطلب لي نصيفط ليها طلب باش ندخل ليها؟ علاش هادشي راه حرام؟ والله حتى حرام. انا الله يخليكم كنناشد المسؤولين، الله يخليكم ديروا شي حل للناس، راه حتى غير مواصله بينا العظم. يعني صافي بنادم عيا ما يصبر، كيصبر بنادم راه ما يمكنش يبقى صابر على هادشي هذا. وهنا ملي كنهضر ملي مشيت كنهضر وداكشي قالوا لي حنا ما علينا والو، راه الدوله ديالك اللي ما باغاكمش. يعني حنا ما علينا والو، صافا ما عليهم هما والو، حيت المملكه المغربيه ما باغاش المواطنين ديالها يدخلوا لعندها، راه حرام هادشي. ونفترض انا كنت في دوله ثانيه وفيها حروب وفيها مشاكل وما عرفت شنو، نفس الشيء كان غيطبق؟ يعني كانتو غتقولوا لي نفس الشيء، سيري حتى تاخدي اللقاح عاد يمكن لك تدخلي للمملكه المغربيه؟ راه حرام هادشي. خليو الناس تهبط البلاد، راه عندنا والدينا، عندنا عائلتنا، عندنا خوتنا، راه عندنا شحال من حاجه، راه حرام هادشي اقسم بالله. الله يخليكم، انا كنناشد المسؤولين خليونا نهبطوا، وان فوا نوصلوا للمغرب نحطوا رجلينا في المغرب راه غادي ناخذوا الجرعه الاولى، يا بخير ناخذوا الجرعه الثانيه وناخذوا ماشي مشكل. انا ما قلتش لا ما ناخذش الفاكسين ولا شي حاجه، عادي ناخذوا، مي ما عنديش فين ناخذوا. اون بليس دو سا حتى القنصليه اللي كتمشي كتعطيك واحد الامال، تهضر معاك وتقول لك لا وما يعني عادي ويصبري ولا غنشوفوا لك الحل وغندير، ما كيتسوقوش لك وما كيعطوكش وقت وما كيعطوكش قيمه. يعني ديك القنصليه اللي كتمثل المملكه المغربيه ما كتعطيكش قيمه وما كتعطيكش اهميه وتا حاجه. الله يخليكم انا كناشد، الله يخليكم عافاكم، ديروا معنا شي حل وخليونا نهبطوا، راه بغينا نشوفوا والدينا وبغينا نرجعوا للديار المغربيه، وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.